شباب لا تنسون الشحن من متجر فيكس، اوكي؟ فبأفضل العروض وأرخص الأسعار، الرابط راح تلاقونه في وصف الفيديو بالإضافة إلى التعليق المثبت. صدقوني الفوز صار يعني سهل جدا في هذا الطور يا شباب. اليوم راح اشرح لكم كيف تاخذون التمويهات، تمويهات الاسلحه يعني، وتفوزون، بالاضافه الى انه يمكن تاخذ 5 تمويهات لخمسه اسلحه بجيم واحد. اوكي اخواني، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناه اندرويد 18. اوكي، زي ما تلاحظون يعني تمويه الايثر الحين هو موجود عندي، وراح اوريكم ابسط طريقه ممكن تحصلون بها هذا التمويه يعني بدون ما تكلفكم اجيام كثير، بالاضافه الى انك تلفل اكثر من سلاح في جيم واحد. اوكي، فاتمنى انكم لا تبخلوا علي بلايكاتكم شباب، مشاركه المقطع حتى الكل يستفيد باذن الله، واشكركم جزيل الشكر دوما وابدا على دعمكم الرهيب والمتواصل للقناه. المهم اسف لاني ما نزلت يوم امس، ولكن المهم راح اعطيكم كل شيء باذن الله في هذا المقطع. اول شيء شباب لاحظوا، لو ندخل على العتاد مباشره زي ما تلاحظون يعني تخصيص الاسلحه فيما يخص الاي كي والاي كي 47 او الاي كي 117، اكيد انك راح تلاقيهم مباشرة بالارض يعني بدون ما تخصصهم ولا اي شيء، لكن في بعض الاسلحة ضروري انك تخصصها حتى تلاقيها. اوكي، الحين ايضا فيما يخص مثلا سنايبرات وغيره تخصصها بهذا المكان احسن حتى تاخذها من الالة مباشرة. اوكي، فيما يخص تمويهات الاس ام جي راح افهمكم ايضا شيء زين، ندخل على طور الزومبي زي ما تلاحظون، بعدين المستوى هون بالضبط. اوكي، مكافآت ريكتوفن، شاهدوا هنا بالآلة بهذا الخانة مكافآت ريكتوفن، هذه تعتبر كمستوى أيضا اللي يسمح لك أنك تفتح التمويهات. أوكي، مثلا أنا الحين في مكافآت ريكتوفن يعني الباتل باس اللي يخص طور الزومبي مستواي هو 16، مثلا أسلحة الأس إم جي راح تفتح معي في يعني يسمح لي أني أحصلها التمويه أو أسوي تحديات اللي تخص التمويه في المستوى 21. أوكي، لاحظوا لو ندخل الحين على المكافآت، مكافآت التمويه، شاهدوا معي مفتوحة معي بس الأسلحة الهجومية. أوكي، زي ما تلاحظون بالإضافة إلى سنايبرات، بالإضافة إلى رشاشات خفيفة، هذه أقدر أسوي لهم تحديات. أما المسدسات الرشاشة اللي أقصد بها الأس إم جي زي ما تلاحظون يعني هي غير مفتوحة، ولكن يذكر لك مكافآت ريكتوفن الفتح عند المستوى 21، بمعنى مكافأة ريكتوفن هي زي ما خبرتكم اللي في البطبس، يعني في هذا المستوى راح يفتح معك تمويهات الاس ام جي. اتمنى انه هذه النقطة تفيدكم يا شباب. اوكي، يعني راح نشوف حتى الباقي التمويهات، الشوت جن يفتح معك في البطبس في تاير 31 فيما يخص بطبس الزومبي. اوكي، سموها يعني بطبس الزومبي، يعني في المستوى هذا بالضبط راح يفتح معك تمويهات الشوت جن. اوكي يلا نرجع الحين راح نتكلم عن الموهبه، سوري نرجع، ايوه هون الموهبه. الموهبه زي ما تلاحظون المستوى عندي الحين مستوى المهاره في الموهبه هو 28، لكن اهم شيء ضروري انك تطوره اول مره هو ادوات مستوره، اي بمعنى المفتاح، مفتاح الاصلاح اللي ضروري انك تلفلو يعني للماكس اول شيء، لانه راح يفيدك كثير، بخصوص في اخر راوند راح اعطيكم جيم بلاي يعني شرح مبسط وفوز يعني كيف افوز عادي ما في اي مشكل، يعني بس حاول انك تطور هذا الخانة اول شيء. اوكي، وبعدين طور اللي باقي بكيفك. اوكي، الحين هادو كيف راح تطورهم؟ ابسط طريقه هي انك، وكيف تطورهم اصلا راح اعطيكم شيء مهم جدا يا شباب، هاد اللي ذكرتها يوم امس، هذا الى المكافآت حتى تطلع لنا زين، زي ما تلاحظون تبلور الايثر، هذه ضروري انك تحصلها يا شباب زي ما تلاحظون، وايضا ضروري تحصل شدايا الايثر. اوكي، هذول الاثنين هم اهم شيء اللي راح يسمحوا لك انك تطور موهبتك او المهاره اللي تخصك زي ما تلاحظون، هي لما تحصلهم شاهدوا يعني هنا بالاسفل، مثلا لو نحاول نطور سلاح مدفع الى المستوى 10، الحين في المستوى 8 يطلب لي يعني تخصني قطعه فيما يخص تبلور الايثر او البيلورات، بالاضافه الى شظايا الايثر. اوكي، الشظايا عندي العدد كافي، ولكن البيلورات مش موجوده عندي، انت من وين تحصل هذه؟ فاكيد انك تحصلها من الباتل باس يا شباب، هذه اول شيء موجوده في الباتل باس يعني الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه يمكن ايضا انك تحصلها من المهمات اللي راح سوري من المهام زي ما تلاحظون هون،
هذه هي التحديات اللي ايضا منها تحصل تلك بلورات الايتر، اوكي، اللي راح تسمح لك انك تلفل مهارتك او مستواك في اللعبة، اوكي، او مستوى الموهبة اللي يخصك، اوكي، زين، هذه واضحة. لكن في ظل امر اخر يا شباب اللي هو يخص جواهر الايتر. جواهر الايتر من وين تاخذها؟ لما تدمج او تذبح الايتر اللي راح تلاقيه في الماب، هو اللي راح يسمح لك انك ايضا تلفل المدافع اللي تخصك داخل الجيم، فايضا ضروري انك لا تستغني عنها، بالاضافه الى انك تذبح الزومبي وغيره، فهذيك ايضا جدا مهمه، لكن تفيدك بداخل الجيم، اما هذول فيفيدوك برا الجيم. الحين راح اشرح لكم الطريقه يا شباب فيما يخص ايضا تمويه الاسلحه، اللي كيف انا اخذت هذا التمويه. زي ما تلاحظون يعني التمويه رهيب جدا يا شباب، يعني واخذت هو واخذت ايضا حتى الاي كي 47. لاحظوا لو ندخل زي ما تلاحظون يعني وين، ايوه هذا هو، ايضا تمويه الاي كي 47 بابسط طريقه باذن الله راح اشاركها معكم في هذا الفيديو. والاستراتيجيه سهله جدا كيف انك تفوز جيم في المود الصعب. ضروري انك تفوز في المود الصعب هذا، اوكي، حصار الموتى الاحياء صعب مش العادي، في العادي ما راح يعطيك اي شيء بصراحه، بس تاخذ الشظايا، اما هذا فاحتمالي انك تحصل حتى جائزه فيما يخص الغنائم الممكنه اللي ايضا راح اوريكم اياها. انا على سبيل المثال حصلت فين الشوتجن، عطاوني شوتجن، اوكي هذا عطاوني تمويه في هذا الجيم. زي ما تلاحظون هذا التمويه حصلته بشكل مجاني مباشره، اوكي، زي ما تلاحظون. المهم سويته بلو داوت. زي ما خبرتكم الاسلحه اللي تريد تسوي لها تمويه سويها هون مباشره. الحين مثلا راح اخذ مثلا على سبيل المثال بهذا الجيم احاول اني اسوي سلاح اسلحه هجوميه، مثلا السلاح اللي ما سويت له تمويه، مثلا ناخذ سلاح الكيان، اوكي، يعني الكيان مش موجود بالجيم، سويه مباشره راح تاخذه من الاله اللي موجوده بالداخل، اوكي، الاله اللي انت تحميها، ففي انك تشتري منها اسلحه، تشتري مباشره السلاح هذا وتسوي له تمويه، اوكي. ايضا السؤال المطروح يا شباب هو راح تخبرني مثلا فيما يخص، اوكي، السؤال المطروح في التمويه هذا، مثلا اذا تلفل هذا السلاح مثلا على سبيل المثال زي ما لفلنا الاي كي 117 والاي كي 47، مثلا في ناخذ على سبيل المثال، اوكي، يلا الانفور، الانفور زي ما تلاحظون يعني التحدي هو انك تقتل 25 زومبي في مباراة مكتملة بحصار الموتى الاحياء صعب، يعني في المود الصعب 6 مرات للفتح، اي بمعنى اجمالي 150 زومبي. 150 زومبي صدقني لو تسويها بجيم واحد راح تاخذ التمويه، اوكي، تسوي تذبح 75 زومبي في جيم واحد، الجيم الثاني تذبح 75 خلاص تاخذ التمويه. انا على سبيل المثال الاي كي 47 والاي كي 117 راح تلاحظون الجيم انه كان عندي تمويه 4 مرات، اوكي، بس الجيم الاخير دخلت ذبحت 50 زومبي بس بالاي كي 117 خلاص لما طلعت اخذت التمويه مباشره. يعني هذه حتى تكون لكم فكره يا شباب، اوكي، زي ما تلاحظون يعني تقريبا الاسلحه الهجوميه كلها تذبح 25 زومبي. انت ايش تسوي سلاح مثلا سلاح هجومي او بندقيه هجوميه بالاضافه الى سلاح سنايبر، اوكي، سنايبر يعني ما تذبح كثير بس 8 زومبي في مباراه مكتمله، يعني بجيم واحد نفس الشيء وتاخذ التمويه. تحب تضيف لها سلاح ثاني يعني ال ام جي وغيره، ولكن فيما يخص الاس ام جي هي من اسهل التمويات اللي راح تحصلها باذن الله. كيف تسويها؟ فاكيد انك تذهب الى اللود اوت اللي يخصك هون وتسوي مثلا سلاح اي كي 47 بالاضافه الى سلاح سنايبر مثلا بهذا الشكل بيطلع خلاص، مثلا ارتيك راح نشوف يطلع. فيما يخص التمويه يلا نشوف تمويه الارتيك، عفوا وين الارتيك، تذبح 8 زومبي يعني سهله جدا، يعني بجيم واحد راح تطلع انت ملفل 3 اسلحه واربعه اسلحه وحتى 5 اسلحه، يعني اذا تسويها سنايبرات كلها صدقني راح تنهي الجيم وتاخذ 5 تمويهات سنايبر بجيم واحد، اوكي، كل مره تذبح 8 زومبي بسنايبر مثلا دي ال، بس ضروري انك تسويها باللود اوت، اوكي، ضروري انك تسويهم كلهم هون، يعني 5 سنايبرات بجيم واحد راح تلفلهم الخمسه، بجيم واحد تاخذ 3 5 تمويهات، اوكي، فبسيطه جدا.
لكن الحين راح اعطيكم الشرح التطبيقي فيما يخص الايكي 117. اوكي، اما هذا فحصلته يعني حتى هو الايكي 47. فيلا شباب استمتعوا مع الفيديو ومع الشرح باذن الله اللي يخص شرح تطبيقي وعملي وكيف تفوزون بابسط طريقه. اوكي، فيلا استمتعوا ولا تبخلوا علي بلايكاتكم وبس. يلا مشاهده ممتعه. سوي اب. يلا الحين راح نستكمل الشرح. الحين لما تدخل الجيم مباشره راح اعطيكم شرح تطبيقي. اول شيء ضروري انك تبحث عن الطائره. اوكي، الراوند الاول اوكي ما يفيد يعني عادي سواء تاخذها او ما تاخذها. ليش؟ لانه يمكن تلوت حتى وانت بمجال قريب شوي. اوكي، بزون قريب شوي ما في مشكله، بس اهم شيء انك تحاول تدور منذ البدايه على الاسلحه اللي انت تحاول تسوي لهم التمويه. على سبيل المثال الاي كي 117 بالاضافه الى الاي كي 47. يعني مثلا راح نسوي تمويه الهدان سلاحان بجيم واحد. اوكي، او يعني سلاح اس ام جي بالاضافه الى سلاح اي ار. بعدين تذبح الزومبي مباشره، تحاول تذبح الزومبي قدر المستطاع باي سلاح انت تحاول تلفلو سواء سلاح اول او سلاح ثاني. اوكي، ايضا حتى فيما يخص البيركات يا شباب حاول تاخذ قدر المستطاع الشيء اللي تلاقيه. اوكي، بعدين لما ترجع مباشره لداخل الزون اللي انت راح تسوي، اوكي راح تسوي دفاع الحين، فاول شيء تسوي مدفع الحراسه هو اول شيء اكيد، انه يعني الطريقه مفهومه بدون تلفيل اول راوند اكيد. وبعده حاول تذبح قدر المستطاع الزومبي الصغار. اوكي، اما الكبار فراح تخسر طلق اكثر يعني ما راح تذبحهم. اوكي، او خلي يعني حتى لما يدمجون زين حتى ينحسب لك الكيل مباشره. اوكي، زي ما تلاحظون. بعدين يا اخي خلص الراوند الاول، اذهب الراوند الثاني مباشره، حاولوا تلوتون الدروبات. اوكي، ما يخالف تاخذ انت هذه القواعد او لخويك ما في اي مشكله. اوكي، اللي تلفل لك الاسلحه والمدافع ما في اي مشكل. اوكي، يعني ما في اختلاف. ليش؟ لانه التيم راح يلعب بشكل متضامن. اوكي، بعدين ايضا هذا هو الايتر زي ما تلاحظون، شوف بكلمه جوهر الايتر، هذا اللي راح يساعدك ايضا حتى تلفل به المدافع وتشتري به الاسلحه من تلك الاله، من تلك الاله اللي راح تسوي لها دفاع وراح تحرسها. اوكي، اللي اكيد انها راح تكون تسوي لكم تيليبورت بالاخر. المهم هذا الايتر ضروري انك تجلده. اوكي، لانه راح يحسب لك نقاط كثير يا شباب. والزومبي زي ما خبرتكم اذبح قدر المستطاع بنفس الجيم. اوكي، ترجع المرة الثانية زي ما تلاحظون، تسوي اكيد انك تسوي سنتري جان ثاني، وبعدين المدفع الثاني تسوي لهم تلفيل حتى اذا ما عندك نقاط يمكن تسوي طلب من التيم اللي معك، واكيد انه ضروري انهم يعطوك. اوكي، زي ما تلاحظون فيما يخص قواعد المستوى وغيره. بعدين ترجع مباشرة لهذه الآلة كلمة المستودع، تضغط عليها. اوكي، حتى تخوي حقيبتك يعني تخفض لها شوي. بعدين الخانة الأولى والخانة الثانية، أنت تضغط على الخانة اللي راح يكون معنا بالسهم في الأعلى زي ما تلاحظون هذه الخانة، وتضغط على كلمة إيداع الموجودة بالأسفل هنا حتى تخفف من حقيبتك لما تذهب تلوت في الراوند اللي بعده. حقيبتك ما تكون يعني متعبية وتلوت عليه. أوكي، زي ما تلاحظون. بعدين المرة الثانية أكيد أنك تسوي تطوير في كل مرة للمدافع اللي تخصك، وحاول أنك تسويها يعني أقل شيء تسوي اثنين. أوكي، مش ضروري انك تسوي اربعة، لكن كل ما تسوي عدد اكثر كل ما راح تساعدك اكثر، وكل ما تطورها اكثر وتلفلها اكثر كل ما راح تساعدك اكثر. بعدين ترجع للآلة زي ما تلاحظون المستودع، تسوي ايداع في كل مرة تريد تلوت سواء بنهاية الجيم او بداية الراوند. اوكي، ما في اختلاف، المهم انك تسوي دوما ايداع حتى الحقيبة تكون فيها مجال انك تلوت بشكل عادي وتاخذ الدروبات بشكل عادي. اوكي، فيما يخص القواعد وغيره. بعدين زي ما تلاحظون راح نرجع مرة ثانية دوما انا المستودع، زي ما تلاحظون ايداع المخزون وارجع الوت بشكل عادي. ايضا اعطي تطوير للماكس المدافع، المدافع اللي تخصك اعطيها تطوير للماكس يعني قدر المستطاع الشيء اللي متواجد عندك، حتى اذا ما عندك ممكن تطلب من التيم اللي يخصك، واكيد اذا عندهم اغراض تخصك فراح يعطونك اياها. اوكي، المهم زي ما تلاحظون بعدين تذبح اجلد قدر المستطاع يا اخي الزومبي، طور مدافعك كل شيء. بعدين راح اوكي راح نعطيكم الخطوة اللي بعده هي فيما يخص الهيل اللي يخص الآلة. اوكي، هاد الزومبي والله مشكورين الشباب يعني ذكروا لي في التعليقات هاد الزومبي يمكن تجلدهم عادي بالمفتاح يعني بدون ما تخسر عليهم طلق. اوكي، يلا الراوند اللي بعده يا شباب، بس هو في اليوم الخامس هو اصعب شيء، هذا هو اخر شيء، اخر شيء صدقني ما راح يفيدك سلاح، فضروري انك تسوي المدافع اللي تخصك باماكن تكون يعني مختاره ومتوزعه على كل الماب. اوكي، يعني حتى تسوون دفاع مباشر على هذه الاله
زي ما تلاحظون راح نوضعها الحين كلها وبعدين تحرسها. هو اصعب يوم هو هذا اليوم الخامس، يعني لما توصلون اليوم الخامس راح يكون هجوم مش طبيعي من الزومبي. اوكي حاول تطور كل شيء اوكي زي ما تلاحظون. المهم يعني طريقه بسيطه جدا، لكن ضروري انك تلعب مع تيم متجانس ومتفاهم ويفهم طريقه اللعب. اوكي الحين ما راح يفيدني سلاح لا الاي كي ولا غيره. اوكي راح نسوي ايداع للاغراض وبعدين شوفوا الشغله اللي راح يسوي. اليوم الخامس زي ما خبرتكم هو اصعب شيء لما توصل هذا، ركز بالاعلى لما تلاقيها اليوم الخامس خلاص. شاهدوا يعني جنب الشخصيه بالاعلى الحين ضروري احصل 2000 ايتر زي ما تلاحظون، زي ما تلاحظون 2000 خلاص الحين يسمح لي راح اخذها مباشره الى ستور او آلة البيع زي ما تلاحظون. يعني نهيلها شوي لانه الهيل راح يصير اقل من الازرق زي ما تلاحظون، نهيل قدر المستطاع لما يصير باللون الازرق عادي. يلا اشتري آلة الحرب او زي ما تلاحظون بهذا الشكل يا اخي وذبح مباشره بما انه الهيل اللي يخص الاله باللون الازرق الحين يعني ما ماخذ دمج من الزومبي، اذبحهم من بعيد يعني حتى ما يوصلون. اوكي زي ما تلاحظون بهذا الشكل بسيطه والله بسيطه صدقوني بسيطه، تلعب بشكل بسيط جدا. هيا بعدين نشتري اله الحرب اله القتل زي ما تلاحظون المره الثانيه نجلد اجلد مباشره، يعني ساعد التيم اللي يخصك بدون انك تسوي صيانه بالمفتاح للاله بما انها مش مدمجه. لما زي ما تلاحظون بالاله الحين صارت تدمج، يلا يمكن يلا نشتري شوي طلق وبعدين تسوي صيانه زي ما تلاحظون صيانه وتسوي تطوير وانت تعمل في الصيانه للاله ما في اي مشكل، يعني يمكن تسوي اي عمل. اوكي هادو اله الحرب بالاضافه الى اله القتل يمكن تاخذ 3 على 3 في كل راوند، كل راوند يمكن تاخذ 3. اوكي بس الجالوت تاخذ 1 براوند 1. اوكي فلهذا انت حاول تاخذ هادول احسن. زي ما تلاحظون نسوي صيانه آلة القتل زي ما تلاحظون اجلد يا بوي بما انه الهيل اللي يخص آلة التليبورت يعني باللون الازرق زي ما تلاحظون الحين صار باللون الاصفر، بس يخلص آلة القتل وراح نرجع نهيل مباشرة لانه اخر 30 ثانية راح تكون صعب صدقوني. زي ما تلاحظون كل يهجم الحين زي ما تلاحظون بسيطة بسيطة، بس شوف يعني بشير الشخص الثاني في 2 احنا مسويين 2 صيانة للآلة ومستوى الصيانة عندي من ليفل 10 يعني 10 من 10 للماكس وهو مسوي ليفل 9 فالجيم بالجيب ومبروك علي ومبروك عليكم بإذن الله. يعني الطريقة بسيطة جدا شباب، أتوقع يعني كل شيء كان واضح في هذا المقطع، أتمنى من صميم القلب ألا تبخلوا علي بلايكاتكم يا شباب لأنه الشرح كان مفصل بصراحة مع جيم تطبيقي يا شباب وكيف تاخذون تمويه الأسلحة. صدقوني أنه الاي كي 117 كان في كان تمويه 4 من 6، بعد ما خلص هذا الجيم أخذت تمويهين مباشرة يعني أنه ذبحت أكثر من 50 يا شباب فأخذت مباشرة يعني التمويه مباشرة. أوكي هذا حتى تقول لكم الطريقة بسيطة، أي استفسار آخر اتركوه في التعليقات سوف يتم الرد بإذن الله. زي ما تلاحظون يعني التمويه بسيطة جدا يا شباب ما في أي شيء صعب، لكن ضروري أنك تلفل يا إما الصيانة اتوقع انها يعني اهم شيء انك تسويها تلفيل للماكس يعني 10 من 10. فيلا شباب دمتم في احلام حفظه، نلتقي في الشرح والحلقه القادمه بحول الله، لايكاتكم وبس يلا سلام. If you would like to get exclusive content updates, previews and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty soldiers.